الخبر الأول اللي عدنا عن المشكلة بين أنس وأصالة والشهد وسمن. هشرح لكم القصة كلها من البداية، فركزوا وياي على مود تفتهمون. بالبداية أنس وأصالة نزلوا هذا المقطع على قناة فول وتميس، واللي اتهموا ببعض العوائل العربية إنهم يأخذون من عندهم أفكار ويقلدوهم، مثل تقليد الشخصيات، واللي اتهموا شهد إنه هي تقلد شخصية أصالة. وثاني شيء اللي حكوا به هو تقليد الأسماء واللي هو اسم ميلا، وشان قصدهم عائلة حسام وريلا وشهد وسمن، لأنهم أسامي بناتهم قريبة على اسم ميلا. أما عشان السبب اللي خلى عائلة شهد وسمن تسمي بنتهم قريبة اسم ميلا، على حسب كلامهم لما يكتبون ميلا بالبحث يصير يطلع لهم مقاطع شهد وسمند وقناتهم، وبالتالي يزدادوا مشاهدات ومشتركين من وراء أنس وأصالة. وطبعا انا نزلت مقطع قبل شهرين وحكيت عن الموضوع، وليه هسه معصب من الديسلايكات والسب اللي اجاني بهذا المقطع، ولكن الحمد لله يا حبايب انه بعد مرور شهرين على القصه شهد والسمند اكدوا انه هذا الخبر حقيقي، وان صدق انس واصاله كانوا يقصدوهم بهذا المقطع واتهموهم بالتقليد. واخيرا شهد والسمند قرروا انه يردون على انس واصاله، فشهد والسمند نزلوا على حسابهم بالانستغرام بث مباشر، واللي قالوا بيه انه انس واصاله نزلوا هذا المقطع واللي اتهمونا بيه بالتقليد، ولكن بالحقيقه هم الحراميه وهم اللي بيقولون من عندنا افكار مقاطع ومن غير. أما بالنسبة للدليل فانطوا أمثلة هواية، ومنهم هذا المقطع واللي كان فكرته أنه شهد تخلي زوجها سمند يجرب الأكلات اللي هي مشتهتها وقت الحمل، وعلى حسب كلامهم أنه هذا المقطع من فكرتهم وهو أول من سووه. وحاليا بهذا الوقت قبل يومين أنس وأصالة نزلوا نفس فكرة المقطع، وبنفس الوقت هم قالوا أنه هم نزلوا هذا المقطع كان الهدف من عنده يقولوا أنه إحنا الأفضل وإحنا نمبر وان مو أكثر. راح أحط لكم الرد، وطبعا قالوا على أنس وأصالة هم متناقضين وغيرها، أحط لكم إياه. أوكي سو وهذا الفيديو في فيديو معين أوكي أنا وسيامان عملناه، هو هذا تبع الوحام. هالفيديو طبعا صار ترند، مع انه هذا الفيديو صار ترند وهو وهي مو رضيانه تعمل هذا الفيديو، فما بعرف انتم لازم تقنعوها تكتبوا لها اعملي هذا الفيديو، اعملي هذا الفيديو. ليش ما بدي؟ شايفين دور حاملين هلا وبلشوا يعملوا هذا الفيديو، فما بعرف شو راح احكي، لازم تقنعوها حتى ترجع تعمل هذا الفيديو، اقنعوها لان هي مو رايده. انا مو رايدة خلاص يعني ما بحب، خلاص سويناه مره ذات ست، بس صار ترند، صار كتير يوتيوبر عم يعملوه بصراحه، وفي بعض اليوتيوبر كمان عملوه. رح نحكي بموضوع شوي غريب اول مره بنحكي فيه. طبعا هذا الفيديو تبع انه اكلت زوجي نفس الاكل اللي بتوحم عليه اللي انا عملته لما كنت حامل بميرة. في ناس عملوا، وهالناس يعني عاملين كانوا كتير فيديوهات انه نحنا الناس بتقلدنا، الناس بتعمل كوبي لشخصياتنا، والناس وما بعرف شو هالحكي وما بعرف مين وهالقصص اللي ما لها داعي. يمكن انتم بتعرفونا كتير، نحن ولا مره طلعنا على شيء مكان، ان كان باليوتيوب ولا بالانستغرام حكينا على حدا او لمحنا على حدا او حكينا في عالم عم بيعملوا مثلنا، العالم عم بتقلد فيديوهاتنا. اوكي بس هالناس اوكي هلا عم بشوف انه عم بيعملوا نفس فيديوهات بعض العالم، هم نفسهم اوكي اللي بيقولوا الناس عم بتقلدنا، الناس عم تستنسخ شخصياتنا. هلا هم نفسهم عم بيقلدوا وعم بياخذوا افكار، انا ما بحب كلمه تقليد على فكره، بقول انه بياخذوا افكار من ناس ثانيه، هم نفسهم عادي. اللي معترضين على هالشغله قاعدين عم يعملوا هالشغله. هلا على ما اظن هي الحركه اللي عملوها هن حتى يفرجوا العالم نحن شغله كبيره، نحن والله قصة ما بعرف نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 وما بعرف هالقصص، مع انه نحن هاي الافكار كلها ما بتجي بمخنا ولا بنفكر فيها. بعتبرها هي طريقه فوقيه، لما واحد يحكي هيك بيعتبر حاله انه هو فوق العالم كلياته، فلذا نحن منا من هالشخصيات ابدا. وحتى انتم بتعرفوا نحن ولا مره جبنا سيره حدا باليوتيوب ولا لمحنا ولا ان في فلان شخص عم بيقلدنا او فلان شخص قلدنا وفلان شخص اخذ نفس فيديو تبعنا، مع انه في عنا كتير فيديوهات صاروا ترند، صاروا كتير يوتيوبر تانيين عملوا نفس الفيديو اللي نحن عملناه، كتير مقالب تحديات صاروا ترند، ويعني كتير قنوات رجعت عملتها. بس سمعتوا انتوا كأنتوا متابعين، يعني من بلشنا لهلأ سمعتوا عنا احنا شي يوم لما احنا حدا اخذ فيديوهاتنا او عمل نفس الفكرة عمل نفس الشي؟ نو بالعكس يعني شي عادي، يعني كل يوتيوبر بيعملوا هاي الحركة. يعني انا ممكن عجبتني
قصة فيديو أو فيديو معين من حدا معين أخذه منه، إن كان يوتيوبر كبير، قصدي كبير يعني بالمتابعين، بعدد المتابعين عنده، أو كان يوتيوبر صغير ما عندي أي مشكلة، بأخذه وبعمل مثله ممكن، بس بعمله بطريقتي أنا، ممكن العالم تحب علي. فمشان هيك نحن ما مدققين بهالقصص. وفي عندك إذا بتتذكري هذا الفيديو اللي عملتيه، اللي عملتي فيني مقلب، اللي رح تحكي معي من رقم غريب على أساس تخبريني، جاب هذا الفيديو 10 مليون مشاهدة، ما في حدا باليوتيوب ما عمله. أوكي فعلا ما في مشكلة، حتى مقلب الخيانة مثلا. مقلب الخيانة في كتير، في كتير كتير فيديوهات عنا عملوه عالم تانين، ولا جبنا سيرة ولا رح نحكي في هذا الموضوع، ولا رح تشوفونا رح نحكي، لأنه هذا الشيء حلو أصلا. أوكي إنه حلو إنه هم عم ياخذوا، شافوا فيديو حلو مثلا إحنا عملنا، هم يرجعوا يعملوه، معناته هذا الفيديو ناجح، معناته إحنا عنا أفكار حلوة وعادي، يعني أمر طبيعي، كل يوتيوبر بياخذوا من بعض. إذا ما أخذنا من اليوتيوبر العرب رح نأخذ من اليوتيوبر الأجانب، أيام نعمل فكرة نحن بحالنا، لأني يعني موضوع إنه كل يومين واحد ينزل فكرة من عنده شوي صعب، يعني أحيانا الواحد ما بيلاقي أفكار، فهذا أمر طبيعي. ونحن يعني ما حكينا عليك مواضيع، لأني موضوع جدا تافه، جدا تافه، نحن معنا أولاد صغار، منا أولاد صغار عمرنا 10 سنين جايين، عم بياخد أي وعم بيقلدني وعم بياخد فيديوهاتي، وأنا نمبر 1 وأنا نمبر 2 وأنا نمبر 3 وأنا نمبر، هاي مو حلبة مصارعة، أوكي هاي يوتيوب عادي، يعني ريلاكس، أوكي هو يوتيوب، عم نسليكم، عم نتسلى إحنا، وعم نصور، عم نفرجيكم حياتنا، عم ما عم نشوف مين نمبر 1 ومين نمبر 2 ومين نمبر 3 وما بعرف شلون. وحتى يعني أنا إذا حكيت على هيك قصص معناتها رح أأذي كتير عالم، يعني هذا بمثال، أقول فلان قلدني وفلان قلدني وفلان قلدني، حيتحسسوا العالم، يعني كمان العالم عنده مشاعر، يعني لازم واحد يفكر بهي القصة. فإحنا عم نحكي عن هالموضوع، أوكي ليش؟ لأنه شفنا نفس هالأشخاص عم يناقضوا نفسهم بنفسهم، وأكتر شي بكرهه أنا بالدنيا هو التناقض، أكتر شي. بس على ما أظن عملوا هالحركة حتى يحطوا فكرة في عقل العالم، نحن واو، نحن نمبر 1، ما بعرف إذا هن واو شو رح يصير، شو راح يتغير اذا الواحد واو، ما بعرف، يعني نحن لحد الان ما تغيرنا، نحن على طبيعتنا، حتى ميرا تحمست، حتى ميرا عصبت، اوكي. اوكي باختصار، انا يعني انا وسيامند عم نحكي هيك لانه نحن الاثنين ما بنحب الدراما، ما بنحب نعمل قصص على المواضيع، فلان عمل نفس فيديو تبعنا، فلان عم بيقلدنا بفلان شغله، وفلان يعني بلا بلا بلا. يعني مثل واحد مو شايف، يعني دراما ما لها داعي، انا مو شايف العالم عم يا الله انا مين انا شو هلا، ما بنحب نقول هيك تصرفات الطفوليه اللي ما لها معنى. انا جاي عامل يوتيوب حتى اسلي العالم شوي ونتسلى نحن ونعمل شويه بزنس فقط لا غير، مالي علاقه في عالم تانيين، حتى اذا انتم بتلاحظوا. وبس والله يا حبايب، اكتبوا لنا بالكومنتات هل تشوفون انس واصاله فعلا يسرقون مقاطع من شهد وسمند، واكتبوا لنا هم شنو رايكم برد شهد وسمند، صح وطويل، ولكن اكتبوا لنا شنو رايكم بيه. وبس والله احنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناه، تشاركوا فايده زي ما قناه مملكه القصص. وبس مع السلامه.